يتبع الصائمون خلال أيام شهر رمضان المبارك نظام غذائي بيختلف بالتوقيت والنوعية عن الأيام الثانية العادية. شهر كامل طبعا للصيام بيؤدي طبعا لتغيير النظام الغذائي. بعد شهر رمضان بصير في عنا مشاكل بالمعدة، وغير هالشي كمان بيضل في استمرار باتباع النظام الغذائي الصحي، في تصير تبديل وتخبيص شوي بالأكل. طبعا رح نحكي كيف ممكن يعود الشخص تدريجيا للنظام الغذائي العادي عدم المبالغة بالطعام من الكمية والنوعية، لنتعرف عن أبرز المشاكل الهضمية اللي عم بتصير باختلاف نظام الغذائي بالأكل وكيفية تحديدها. بصيرنا نرحب بالدكتور أحمد عباس أخصائي هضمية. صباح الخير وكل عام أنتم بألف خير. صباح الخير وكل عام أنتم بألف خير إن شاء الله. صباح الخير دكتور. يمكن موضوع مهم وكنا عم نحكي تحت الهواء، يعني خلال شهر رمضان المبارك الصفرة السورية بالاكلات الغنيه والدسمه، بيقول لك الدرس السوري طيب. طيب مع هالاكلات في كمان العيد والمناسبات، يعني نحن بنطلع من مناسبه بتجي مناسبه، خلينا نحكي كيف فينا فعلا نعود تدريجيا لنظام الغذائي الصحي وبنفس الوقت ما نقدر نحرم حالنا، لانه في كثير من الناس بتقول لك انا ما بقدر اتبع هذا النظام لانه في اكلات صعب بحبها فصعب علي اتخلى عنها. تمام. هلا اول شيء نحن مثل ما بنعرف في رمضان الانبوب الهضمي يفترض يكون فترات طويلة قاعد مرتاح، ما عم يدخلوا وجبات طعامية، فما بصير نحن مباشرة ننتقل من انه مرتاح مثلا 12 او 14 ساعة لانه انا كل ساعة اكل مثلا. هاي اول نصيحة. اوكي، الافضل يكون وجبات قليلة الكمية كثيرة العدد، يعني 3 لـ5 وجبات يوميا بس تكون كميتها قليلة. طبعا لازم مثل ما انذكر بالتقرير الاول يكون الاكل خفيف الدسم بالبدايه، غني بالسلطات الشوربات، لان ارجع ادرب انبوبي الهضمي انه يحسن يستقبل الاكلات، اكلات الدسمه، اكلات الثقيله اللي كنا محرومين منها يفترض برمضان. هي اهم شيء. الشيء الثاني حلويات العيد اللي كلنا بنعرفها، وخصوصا اذا معموله مثلا بالدسم السمن العربي وهالقصص هي، فهي كثير بتسبب لي اشكالات، فيها مكسرات، فيها سمن عربي، فيها قشطه، فهون بتسوي لي هي مؤهب رئيسي لما يسمى ديسبيبسيا او عسر الهضم او التخمه. فلهيك نحن لازم كمان نخفف من هالاكلات هي قدر الامكان. طبعا الشيء الثالث انه نحن بالعيد الزيارات العيد، فأنا كمان بنصح هلا بكونه نحن كمان بالشهرين الماضيين موضوع الكورونا، فزيارات العيد ننتبه على موضوع الوقاية الشخصية أو مسائل التواصل. هاي أول شيء هضميا اللي بهمنا ننتبه إنه أنا ما أطلع من بيت لبيت وأنا مثلا آكل بهالبيت وأرجع آكل بهالبيت ورجع آكل، يعني عمليا انا كل نص ساعه ساعه عندي وجبه اكل، فهيك بوصل لاخر النهار انا مقفل 3000 مستوي مثل ما بيقولوا. فانا بوصل اكيد المساء راح يصير في عندي الام بطنيه، اسهالات، اقياءات، الام. فلا نحن ما بصير ننتقل فجاه انه انا مرتاح، انا ما عم اكل اكل 14 ساعه، لا والله كل ساعة آكل، هذا شيء خاطئ. طب دكتور خلينا نحكي كمان من الأخطاء اللي كتير عم نشوفها بشهر رمضان، أنه بيتعود الجسم على نظام غذائي ووقت معين، لكن بيصير في مثلا عدم تدريج بالأوقات بين مثلا الفطور السحور وما بينهما، يعني بضل في شغال ممكن لوقت السحور عم تشتغل المعدة حتى تهضم. كمان شو بتقول عن هالخطأ الشائع؟ ايه هلا قولي برمضان اكيد كمان نحن حكينا يمكن على الاخباريه سابقا لانه بمد لبعد العيد بياكلوا بوقت متاخر بضلوا متاثرين. تمام. يعني الوجبات اللي انا يفترض بين النوم واخر وجبه على الاقل 3 ساعات زمن افراغ المعده، انا المعده وسطيا 3 لـ4 ساعات ماكسيموم الاكل اللي بيكون دخلها يفترض تكون هي ما بتهضم، هي المعده خزان وبتجانس القوام بتمد الامعاء تدريجيا بالاكل بحيث انه ينهضم بالامعاء وتنضف له العصارات. فانا الوقت المتوقع الاقصى للاكل يضل بالمعده هو 3 لـ4 ساعات ماكسيموم، فانا ما بصير نام
قبل هالفترة هاي بين آخر وجبة والنوم، وإلا كمان هذا بيساهم أنه أنا الأكل ضل موجود بالمعدة فترات طويلة. أنا إذا أكلت ونمت الأنبوب الهضمي بنام. أنا بقول للمرضى اللي بيراجعوني العضو الوحيد اللي بنام بس ننام نحن غير الدماغ هو الأنبوب الهضمي. الأنبوب الهضمي بس تكسلنا ونمنا نام معنا. فأنا أكلت ونمت إذا الأكل ضل موجود بالمعدة، والمعدة مثل ما حكينا من شوي ما بتهضم، يعني هي مستودع، هي خزان فقط. إذا ضل الأكل وسطيا 8 ل 12 ساعة. فهون أنا بشبه لنياز سابقا قبل البرادات وهي كان في ما يسمى بالبيت النملية. تمام، بالبيت السوري النملية. فبس الأكل بالأجواء الحارة وضل بالنملية أكثر من 4 ساعات بسموه بخم، انتزع، بيصير يطلع فقاعات ويفور، صار استقلاب لا هوائي. نفس العملية بتتم بالمعدة، إذا طول الأكل أكثر من 6 ساعات بلش يستقلب لا هوائيا، بلش يصير في عندي جشاءات كريهة الرائحة، بلش يصير في عندي نفخة بالبطن، بلش يصير غازات آلام بيتلوها إسهالات، بيقول لك شو والله إنه تلبك أو والله انسمام غذائي. لا يا حبيبي، هي الأعراض هاي ناجمة إنه أنت ما اتبعت القواعد الصحية الصحيحة. أكلت ونمت، وأكل خصوصا إذا كان الأكل دسم شوي، فهذا أكيد بس تفيق رح يكون عندك مشاكل هضمية. طيب خلينا نحكي عن المشاكل الهضمية يمكن، والمعدة هي يمكن عنصر حساس، يعني دائما بتلاقي في مشاكل إذا معصب بيطلع بالمعدة، إذا في عندك مشاكل بيطلع بالمعدة. وهالينا بيقولوا لنا إنه زمن اول تحول نحن كنا ناكل سمن عربي، كنا انه انتم ما فيكم ما بتقدروا، يعني معدت كانوا يقولوا لنا اهلنا معدتنا بتطحن الحجر. هلا بيقول لك اختلفت الموازين ولا لا، هي قواعد صحيه لازم انا اتبعها. يعني هلا مثلا بتلاقي في كثير العالم ما بتحب بتقدر تاكل اكل دسم، بيكون عندها حساسيه. دائما مقوله الاهل انه لا انتم موت لنا، نحن كنا ناكل كل شيء، ما يختلف معنا هذا الموضوع. هلا مو دقيق حكي الاهل اكيد، لانه هي الوظيفه المعده هي هي سابقا وحاليا. هلا اي عضو اي جهاز نحن لما بنعود بيصير في عنده تاقلم مع نمط غذائي معين، بس لا يعني انه كونهم كانوا ياكلوا سمن عربي انه معدتهم تهضم احسن من معدتنا هلا. لا، ومو معناتها انه هن ما كانوا يتبعوا العادات الصحيه. هلا سابقا كان مثلا يعني الاعمال غالبيتها اعمال عضليه، اعمال في جهد في، فبالتالي انا لما باكل وجبه بحرق تمام خلال انا 3-4 ساعات 5 ساعات انا حرقتها للوجبه كامله. بينما هلا طبيعه الحياه حياه نسميها اقرب للكسل، ما في جهد عضلي، السيارات، الاعمال المكتبيه، الوظائف، ما عاد فيها المجهود العضلي. فانا بدي صعوبة لأنا أحرق الوارد الغذائي اللي عم يدخل لي. فهون بيجي الفرق بين معدتهم ومعدتنا، مو السبب إنه هن نظام كان الحياة اختلف، نظام الحياة كله صار ستريس بوضعنا هلا، ضغوطات أكثر الحياة بكثير، شدات الحياة، نعم ضغوطات وشدات الحياة أكثر بكثير من السابق. كانت أفضل. أنا بقول لهم لبعض مرضى ما يسمى اضطرابات الوظيفية بالأنبوب الهضمي إنه أنا لا تريح أنبوبك الهضمي، شغل رجليك وإيديك، اشتغل شغل عضلي. في شغلة كتير شائعة دكتور الهضمي. هي القولون كمان اللي كتير القولون مثل ما بيقولوا له، مثل كتير القولون العصبي أو القولون كتير شائع هلا بهالفترة عند الناس، وفي لهلا في ناس ما بتعرف شو اللي بهيجها واللي ممنوع تاكله واللي ممنوع إنه مثلا شو الشيء اللي ممكن يسبب الآلام. هلا ما دام فتحنا موضوع الكولون، طبعا انا بقول لهم للمرضى 3 شغلات اساسيه هن يبعدوا عنا. هلا لا، هن اهم اسباب ومحرضات ما يسمى الكولون العصبي او الكولون اللي حكينا من شوي، نمط الحياه العصبي التوتري اللي ضغوطات الحياه، ضغوطات شديده، الغذاء الغير صحي، القليل الألياف اللي غني بالدسم، الأكلات الوجبات السريعة، الأكل الجاهز، هذا كله بيأهب ومنرجع والسبب الثالث هو الكسل، عدم ممارسة الرياضة، عدم. فهالثلاث شغلات هاي حاليا هي نمط الحياة السائد. لهيك بنلاقي تقريبا 7 من 10 من العالم العاديين عندهم مشاكل تتعلق باضطرابات الهضمية الوظيفية،
وعلى رأسها هو ما يسمى الكولون العصبي. فهي الأسباب الرئيسية لشو الأكلات. في بعض الأكلات كأكل، إنه شو الأكلات اللي بتزيد لي مثلا. أوكي، الأكل هو واحد من ثلاثة، يعني الحمية لحالة لا تكفي لتروح الأعراض. أنا بقول لهم لازم أنت تغير نمط الحياة، حياتك كله تغير، تخفف من الضغوطات، تخفف من ارتكاسك. بجوز ما نحسن نخفف ضغوطات الحياة، بس أنا فيني خفف ارتكاسي تجاه الضغوطات، فيني مارس شوي رياضة، هاي فيني ضبط نظامي الغذائي، وجبات غذائية متعددة تكون غنية بالألياف والخضار. ونحن مثل ما كنا عم نحكي، نحن من المطبخ الشرقي، مطبخ الغني، اللي نحن بالكتب بيدرس خصوصا بكتب الهضمية اسمها الحمية الشرق أوسطية، إنه حمية الشرق المتوسط أو حمية المطبخ السوري. هو المطبخ الصحي غني بالخضار، زيوت، عنا زيت الزيتون، الخضار، عنا الأكل اللي قليل الدسم، فينا ننوع بحيث إنه نغير نمط حياتنا لنمط حياة صحي، وبالتالي تتحسن مشاكلنا الهضمية. طيب بما أنه حكينا نحن عنا أن المطبخ السوري غني بالأكلات الصحية، خلينا نحكي عن نظام غذائي صحي إذا العالم بدها تتبعه بعد شهر رمضان المبارك تدريجيا، بحيث في كثير من الناس مثلا أوقات الأكل عندها مختلفة بالفطور بالغداء، يعني ذكرنا بعض هي الملاحظات، بس خلينا نعطيهم بعض الملاحظات الصحية الغذائية حسب نركز لهم. تمام، نركز لهم على موضوع ما بعد الصيام. نرجع بنقول الوجبات لازم يكونوا بشكل رئيسي ثلاث وجبات أساسية، فطور، غدا، عشاء. مثل ما حكينا بين العشاء والنوم لا يقل عن 3-4 ساعات. الوجبة العشاء، الوجبة المتأخرة، تكون غنية بالخضار، غنية بالفواكه أكثر من الأكل الدسم والغير صحي. وجبة الفطور والظهر تكون وجبات قليلة الكمية، تحوي شوربات، تحوي خضار وسلطات خضار ما بينهما. نرجع بين وجبة الفطور وبين وجبة الغداء يكون في بنسميها سناك، وجبة خفيفة، قطعة فواكه، ممكن شاي وشغلة خفيفة. كذلك الأمر بين الغداء والعشاء يكون في عندي وجبة خفيفة، بحيث أنا ما جوع وما انتخم، يعني ما احس بالجوع انه والله كنت صايم وضليتني صايم، بس كمان ما اجهد انبوبي الهضمي بعد فتره صيام طويله. نعم، نحن بنتشكرك دكتور على كل المعلومات اللي اعطيتنا اياها. ان شاء الله يكون كل النور اللي سمعوها وشافوها لهي النصائح استفادوا منها، وخاصه فعلا العوده لحياتنا الطبيعيه ونظامنا الغذائي بعد شهر رمضان المبارك. وبنقول لك كل عام وانت بالف خير. كل عام وانتم بخير، وان شاء الله المشاهدين الكرام بالف خير وصحه كمان يا رب رمضان وبعد رمضان بالعيد. نشكرك دكتور أحمد عباس أخصائي هضمية على وجودك معنا، شكرا كثير لك. شكرا.